حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايته ينطلق مشاهدي الكرام شوطنا السابع، هذا الشوط الذي خصص للجعدان، انطلاقة موفقة نتمناها للمشاركين. قمر لسيد سهيل بن حليس بن راشد الاكتبي على قيادة الشوط، مسيطر بالمركز الأول يقود البداية، بينما المركز الثاني اللي إذن يتواجد فياض لسيد حمد بن وقاش بن محمد العامري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث اللي وصل فيه مشاهدي الكرام نيشان لسيد علي رقم أربعة. نيشان لسيد علي بن موفي بن علي الدوسري على المركز الثاني، بينما فياض على المركز الثالث لسيد حمد بن وقاش العامري، بينما المركز الرابع يتواجد شاهين سعيد بن عصري بن حب العامري على رابع المراكز، بينما المركز الخامس يتواجد مشاهدينا الكرام دلل سعيد بن حليس بن راشد الاكتبي على المركز الخامس، والمركز السادس الحاضر فيه المارد لمحمد بن راشد بن سالم الكعبي. هكذا الست المراكز الاولى، هناك اسماء لم يحي موعد دخولها، نعود الى صداره الشوط والى المركز الاول. نعود مع مدلل اللي غير ايضا على الصداره وسيطر على المركز الاول في هذه اللحظه، بدا اذا يسيطر على المركز الاول مشاهدينا الكرام لسيد سعيد بن حليس بن راشد الاكتبي، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام اللي هو المارد لمحمد بن راشد بن سالم الكعبي، بينما فايض على المركز الثالث لسيد حمد بن وقاش بن محمد العامري يتواجد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتواجد نيشان علي بن موفي بن علي الدوسري، اما المركز الخامس
نتأخر نرى المسافة ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف الأسماء وشوف أيضا القدوم في هذه اللحظة. وصل شعار بن منانة شاهين عبيد بن سعيد بن منانة على المركز الخامس. أما المركز السادس يتواجد اللي هو جزيل نايد بن مسلم بالزفنة يقدم لنا جزيل في تحدي هذا الشوط. هكذا مشاهدينا الكرام نعود إلى المقدمة والبداية وإلى المركز الأول. نعود مع الصدارة، لازال المارد اللي على المركز الأول مسيطر. المارد بقيادة هذا الشوط يقود البداية، يقود الصدارة بالمركز الأول. المارد للسيد محمد بن راشد بن سالم الكعبي، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام جزيل نايد بن مسلم بالزفنة على المركز الثاني. وصل جزيل على ثاني المراكز. المركز الثالث يتواجد والقادم هناك أيضا شعار بالفعل سعيد بن حليس بن راشد يقدم حضور وتواجد مدلل. وصل شاهين عبيد بن سعيد بن منانة على المركز إذن الرابع وخامس المراكز. أزمن وصل قادم في هذه اللحظة أول ندى شعار بن خيلة القادم بقوة. وصل أيضا زيورخ القادم نايع بن محمد بن ضاحي الكعبي، ولكن مقدمة الشوط الانفراد جزيل 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 على المقدمة، جزيل على الصدارة على المركز الأول، مسيطر على قيادة الشوط، مسيطرا بهذا الأداء، مسيطرا بهذا الحضور. جزيل على المقدمة وعلى البداية لسيد نايد بن مسلم بالزفنة العامري يقدم. جزيل عاد المارد، ولكن جزيل هو الأقرب، هو الأقرب، هو بطل هذا الشوط. دهانينا والناموس لسيد نايد بن مسلم بالزفنة على فوز جزيل بهذا الشوط. يصل أيضا معلن الفوز والانتصار. دهانينا والناموس لسيد نايد بن مسلم، بينما المركز الثاني سيد محمد بن راشد الكعبي، المركز الثالث زي سعيد الملان، المركز الرابع لسيد نايع بن محمد بن ضاحي، المركز الخامس لسيد سعيد بن حليس بن راشد، المركز السادس لسيد محسن بن طماطم العامري. ما التوقيت؟ 8:26. تهانينا والناموس لسيد نايد بن مسلم بالزفنة على فوز